الاهلي يا كريم في الجزيره، ونتعرف من زميلتنا العزيزه نورهان تمام مراسلة قناه الاهلي على اخر الاخبار والمستجدات اللي بتتعلق بالفريق بتاعنا فريق النادي الاهلي. يا نورهان صباح الفل عليك. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وصباح الخير هنا على أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة. احنا هنا في الساعات الأولى من اليوم يمكن شفنا يعني تشديدات أمنية كبيرة جدا على الإجراءات الاحترازية اللي نصت عليها وزارة الصحة وبروتوكولها للحد من تفشي فيروس كورونا. هدوء نسبي داخل مقر النادي طبعا بعد يوم عاصف جدا امبارح شهده النادي من جميع الألعاب. يمكن كمان درجة الحرارة هنا العظمى 39 والصغرى 24 والرطوبة حوالي 40%. التواجد الجماهيري لسه يعني بيتوافد أعضاء النادي على المقر. العمال كمان بيستعدوا بصورة كبيرة جدا لاستقبال الأعضاء في الساعات القادمة. أما بقى طبعا على مستوى أخبار النادي أو مستوى الأخبار فرق النادي، يعني طبعا عارفين أنه ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم منح النادي منح الفريق 48 ساعة راحة بعد الفوز امبارح على المصري بهدفين دون رد في الجولة 23، وده طبعا اللي هيكون قبل إن شاء الله مباراة وادي دجلة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. فاضل 16 نقطة بس على حسم بطولة الدوري بعد ما تصدر النادي الأهلي امبارح جدول المسابقة برصيد 62 نقطة. امبارح يعتبر يوم أهلاوي جدا زي ما انتم ذكرتم بنتائج كبيرة جدا لألعاب الصالات، كمان مش على مستوى كرة القدم بس، كمان في سيدات الأهلي أو سيدات كرة اليد تفوقنا على فريق الطيران بعد مباراة كبيرة جدا قدموها بنتيجة 35-19. الماتش كمان شهد يعني يمكن بداية شوية غريبة، اتلقينا شوية أهداف بعديها عملنا ريمونتادا كبيرة جدا واستطعنا ان احنا نحسم المباراة. دي كانت معظم المشاهد هنا داخل مقر النادي الأهلي من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة. شكرا ليك جدا يا نهوان، شكرا يا كريم، وعودة إلى الاستوديو. نورهان أنا هشكرك، بس قبل ما يعني تسلمينا أنا عايزة أسألك عن عمرو السولية والإصابة، وتطمنينا كده في أي جديد حول الإصابة بتاعته والشد العضلي اللي حصل له. حتى الآن طبعا لسه ما فيش أخبار مؤكدة عن يعني آخر أخبار عمرو السولية، ولكن في النهاية هيتم طبعا عمل إجراءات طبية أو يعني اختبارات طبية لقياس مدى يعني عمق أو إصابة اللاعب في اللي طبعا تعرض ليها امبارح. لكن حتى الآن لا يعني لسه ما فيش أي حاجة رسمية. الفريق في راحة 48 ساعة، شد بإذن الله يكون خفيف وإن شاء الله يعني يرجع ينهور القائمة بإذن الله تاني. نشكرك زميلتنا العزيزة نورهان طبعا، شكرا لك. الحقيقة نورهان